يلا وين الزفة الأولية للأستاذ ديار؟ أنا اسمي جودي، اليوم جينا لنتفرج على المسرحية اسمها الأب البخيل وباينتها كتير حلوة. أنا اسمي ريان وجاي لحتى أتفرج على مسرحية الأب البخيل، وأنا عم بستناها صار لي 3 أيام ومتشوقة لحتى أشوفها، وبتمنى إنه هذا الأسبوع إنه كلياته طالعوا لنا إياهم مسرحيات وجميلة ورائعة وكتروا لنا إياهم. اليوم قدمنا مسرحية الرجل البخيل وكان الحمد لله اللقاء كويس كتير كتير بالنسبة في كان عندنا تفاعل مع الأطفال وكان جو مناسب كتير كتير وحلو كتير. قمنا بعمل مسرحي بعنوان الرجل البخيل. العمل هادف، كان فيه له أكثر من هدف. الأهداف، الهدف الأول استرجاع حقوق الطفل من خشبة المسرح وإخراجه من حالة النفسية هي اللي بتلعب أكثر دور مع الطفل. من؟ إن شاء الله كان عمل كوميدي كرمال نزرع البسمة على وجه الطفل، والحمد لله نحن يعني قدرنا نفوت الضحكة ونزرع البسمة على وجه الطفل، وهذا الهدف الرئيسي تبعنا. والهدف الثاني من الفرقة انه نرجع نحيي الفن المسرحي الهادف، وان شاء الله حنشتغل اعمال قادمة بشكل نصف شهري. اكبر فرحة تصل لقلبي رسمة البسمة على وجه الطفل.